ناس كتير قوي بيحبوها وكانوا عايزين يجوا بس صبي علمة ما شافتش ربع ساعة تربية. ايه القمر ده؟ برضو؟ برضو ايه؟ لا احنا النهارده جايين احنا جايين نخطف الاجواء. الدور بقى. ايوه انت قلت لي الدور طالعة شريرة باين ولا؟ لا 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 مش متربية باين؟ ما شفتش ربع ساعة تربية. ايه القصة دي؟ لا مش الدكتورة بقى، دكتورة شخصية بنت اسمها نوسة. صديقة رانيا يوسف. ايوه رقاصة طبعا. رانيا رقاصة في العمل. صبي علمة. لا بنت يعني بتحاول ترجع لها الذاكرة وكده وصديقتها ومش هنحرق أكتر من كده يا عاشور. ما شافتش ربع ساعة تربية. طيب أنا عايز أعرف منك العمل إيه اللي أخراك إنك تقدميه مثلا وإيه اللي ممكن يخض الناس منه؟ لا هو الفكرة إن أنا أصلا كنت حابة شخصية الدكتورة وحتى أستاذ علاء قلت له أنا مش هقدر أعمل نوسة هعمل الدكتورة. فقلت له قال لي خسارة ده دور حلو كده وانا كنت خايفة عشان شخصية مش شبه شخصيتي خايفة الناس مثلا تقول ايه ده يعني دور كاتشي شوية فخفت ان انا يعني ايه الناس ياخدوا امبريشن عكس شخصيتي انا فنانة تشكيلية اصلا وبعدين يعني انت عارف يعني. فبعدين لقيت شخصية البنت كانت عايزة مامي تربيها بصراحة فقلت للأستاذ أحمد عبد العزيز استشرته أرى الدور قال لي لا طبعا اعملي نوسة واتكلي على الله. اتكلت على الله واشتغلت نوسة رقاصة. اشتغلت رقاصة بس يعني أنا عايز أعرف منك الشغل مع رانيا بقى إزاي ومع عبد العزيز كرو ده كله طول يعني شغل معاهم. لا هو مشاهدي مع أستاذة رانيا، أستاذة رانيا جميلة طبعا وكل الفريق يعني أستاذ عصام شعبان بصراحة من المخرجين الشاطرين قوي وبيعرف يعني يخليكي تبقي هادية قدام الكاميرا وازاي بتفضلي ثابتة وما بتحتاجيش تعيدي تاني وطبعا ربنا كريم يعني اللي جاي يا رب يعجب الناس يا رب. اخر حاجه شفناك احتفلتي بعيد ميلاد نيلي فكلمينا بقى التجربه دي والجو اللي عملته لها. نيلي صديقه ليا وناس كتير قوي بيحبوها وكانوا عايزين يجوا بس كلهم اصدقائي بس كانوا بيصوروا وكان نفسهم يبقوا موجودين بس للاسف ان هي يعني ما عرفوش يجوا عشان التصوير فشرفنا في التصوير استاذ سامح السريتي ومراته حنان واستاذ خالد يوسف وتامر امين استاذ تامر امين وهشام البليجي وعصام شعبان واستاذ محمد ابو داوود ما اعرفش ليه الناس ما جابتش صورته بس هو كان موجود يعني من اوائل الناس اللي بيحبوك وناس كتير لبيبة كانت عايزه تيجي بس كان عندها تصوير في اسكندريه والعربيه جالها الساعه 8 الصبح واستاذه الهام شاهين كانت برده كانت جايه واستاذه ناديه الجندي كانت عندها برد واستاذه هلا صدقي بره مصر فكل الناس كانوا عايزين يحتفلوا بيه. احنا اخرنا اصلا ميعاد العيد الميلاد علشان هي كان استاذ سامح مسافر وهي اكتر واحد فاكراه استاذ سامح صديقها يعني فما كانش ينفع يعملوا من غيره فاستنينا لما جه من السفر هو حنان. حلو عايز اعرف بقى عندك جديد تاني الفتره اللي جايه؟ لا مش هقول الجديد بس ان شاء الله خير يعني في حاجه حلوه ان شاء الله قريب دراما يا رب تعجب الناس يا رب ان شاء الله يا رب يبقى منوره الدنيا ربنا يخليك يا عاشور. ماشي باي باي.